السلام عليكم. الحوثيين لا كلل ولا ملل. التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الأربعاء عن تدمير طائرتين مفخختين في أجواء اليمنية وفق ما ذكر الإعلام السعودي. ونقلت الإخبارية عن التحالف قوله: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، لافتا إلى أنه هذا يعد تصعيدا عدائيا من الحوثيين بمحاولة استهداف المدنيين. وأضاف التحالف: نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية. كما أعلن بعد أقل من ساعة عن اعتراض طائرة مفخخة ثانية قائلا: قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية. بينما أكد الإعلام التابع للحوثيين أن الإصابة كانت دقيقة وتمت إصابة الأهداف بدقة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.